يا مساء الخير والسعاده على كل طبعا اللي بيشوفونا على قناه الصحه والجمال، ورجعنا لكم تاني برنامج شباب لايف. طبعا كنا واخدين اجازه كده فتره طويله، كل سنه طيبين بعد رمضان وبعد العيد وبعد الحاجات دي كلها. حبينا ان احنا نرجع لكم بموضوع شيق وموضوع كبير جدا، بس خلوني الاول ارحب طبعا بزملائي الجمال اساتذتي والاعلاميين الجمال. نبدا بقى ليديز فيرست، رانيا عصام. ازيك يا رانيا؟ اهلا بحضرتك يا دكتور سامح، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. عامله ايه؟ كله الحمد تمام لله. ان شاء الله نعمل حلقه كويسه ونعمل شغل كويس جدا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا النجم الكبير شباب لايف كله مصطفى كمال. حبيبي يا دكتور، والله ده شرف عظيم جدا ان احنا نكون موجودين مع بعض ونعرض كمان المشكله الكبيره جدا اللي بتعرض على كل المجتمع المصري، وهي العلاقات الاسريه. العلاقه الاسريه. بس انت النهارده بقى حضرت الموضوع، لا هي فانا عايزك بقى تحضير. لا 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 لا، تقول لنا الاول كده قبل ما نخش بالمفاجات اللي جايه. مش حكايه تحضير، المشكله الاسريه اللي بتبقى كبيره جدا بين الافراد وبين الاسره، بين الست والراجل في البيت. بالظبط. الراجل عايش طول حياته ان هو في كبت كبير جدا، بيشتغل ويتعب ويبني في صرح كبير جدا، وللاسف الست بتوديه في مرحله تانية خالص، وبكذلك الامر بقى بتفترى عليه. اللي افترى وحش بقى. لا ما يردنيش طبعا خالص الكلام ده. دي واحده احنا شلنا ترد بقى. لا شلنا. نبدا كده عشان بص يا مصطفى، انا النهارده بالذات كده قعدت في النص هنا كده. تمام. عشان ابقى محايد. يعني انا النهارده محايد. لا انا عايز اقول حته شويه للرجاله وشويه للستات. طبعا انا لازم ابقى يعني هقول لحضرتك بجانب المراه. لا القضيه المعروضه معانا في ايدينا دلوقتي. خلينا قبل ما نروح للقضيه، خلينا نشوف راي الست كده في عجاله سريعه ونرجع تاني. تمام. اولا بس عايزه حابه اوضح ان اي ست في الدنيا عمرها ما بتسعى لخراب. تمام. يعني الست دايما في المجتمع المصري بالذات بتبقى دايما محافظه على بيتها ومحجيه عليه زي ما بيقولوا. تمام. ودايما واخده بالها من جوزها وعيالها، ويقول لك ورا كل رجل عظيم امراه. تمام. صح كده؟ حلو جدا. فما ينفعش ابدا ده المفروض يعني. بالظبط. ده المفروض. ما ينفعش ابدا ان احنا نقلل من شان المراه في العلاقات الزوجيه. تمام. بالعكس، هي عصب البيت، هي اساس كل حاجه، هي اللي ماشي، هي المدير. من الاخر يعني، حتى كان في مثل كده بيقول لو راجل تستاهل. لو تستاهل. لو تستاهل. لو تستاهل. مصطفى جاب لك بص الكلمه بقى كده في النص. لو تستاهل. بس هقول لك حاجه، وبرده الراجل لو يستاهل. لو يستاهل. لو طبعا الا من رحم ربي طبعا. بس الصوره الكبيره ان هو الشخص او الراجل المصري اللي طول حياته في كبت، ان هو بيشتغل وبيتعب وبيعمل اسره كبيره جدا، ويبدا يرسم طموحات كبيره كمان لاولاده والست بتاعته ومشاوير ودنيا، ويبدا بقى ان الست بتاعته تخش في مشاكل كتيره جدا. واحنا عندنا اساسا مشكله توجع القلب. تمام. يعني احنا عندنا مشكله دلوقتي توجع القلب، معروضه احنا بقالنا كتير جدا كنا حابين ان احنا نعرضها. بس لما لقينا الاسباب اللي احنا نعرض بيها المشكله ديت، اصرينا ان احنا نعرض بيها المشكله. طيب قبل ما نخش على المشكله، احنا مش هنخش المشكله دلوقتي. ايه بعد لما ينور الضيف؟ برضو حاجه اقولها. لا انا الموضوع نفسه، انا عارفه ان هو مستفز. جاي النهارده. جاي النهارده. انا متاثر بيه جامد. لا واغششك بقى حاجه بقى. مصطفى النهارده بقى هرفع على السوشيال ميديا بقى كل حاجه عنده بقى. لا احنا اصحاب اصلا، فهرفع كل حاجه بقى. ايه اللي هو احنا الرجاله هناخد حقنا في الحلقه النهارده؟ احنا الرجاله. الموضوع صعب جدا. ازاي ان ست بعد معاشرة وحياة كبيرة جدا في المجتمع معاه وفي أسرته تبدأ إن هي تخلق له مشاكل وتخلق له أعباء، وكمان تتبل عليه. صح. ابتلى يعني ابتلى يسيء لي ويسيء لسمعته في المجتمع بتاعه. ده حضرتك بتتكلم على قضية بعينها. يعني ده برضو ما نعممش الكلام ده. ما الكلام ده لا احنا عايزين. انا عايز رانيا انت قولي كواحدة ست متزوجة او حتى ايا كانت الحالة الاجتماعية، بس احنا بنتكلم عامة في ان انت قولي رأيك في الست في وجودها في المجتمع المصري. واخدة حقها؟ واخدة حقها بشكل معين. يعني اي ست تقدر تاخد حقها. ده اللي انا يعني دلوقتي احنا وصلنا لمرحله في التقدم ان الست بتقدر تاخد حقها بالقانون وممكن هي بنفسها. يعني هي كان زي ما احنا بنقول كده ان القانون يحمي الست المصريه فقط لا غير. لا مش فقط لا غير، بالعكس. القانون المصري. بالعكس انا مش شايفه كده خالص. لا القانون المصري يسعى تماما حفاظا على الست المصريه تماما، والراجل بقى في 60 يتحبس. طب ما تحبسوه بقى. مش كده احبسوه من الاول. بالظبط. اما احبسوه من الاول. بس يمكن دايما وابدا النظره المجتمعيه للست ان هي
يعني يعني مواطن درجه ثانيه. مين او المواطن الضعيف ده مين ده او المكسور الجنان؟ لا المجتمع المصري احنا مهما تظاهرنا ان الدنيا فيها تقدم ان الست واخده حقها ده مش حقيقي. بنصنفه كده شويه ده مش حقيقي بنصنف طبعا. طيب يعني مين اللي حط التصنيف؟ قولي لي مين اللي حط التصنيف؟ هو ده الست المصريه دلوقتي لو عايز اقول لك لو اتخانقت لو عارف لو شكل جوزها ما عجبوش كده تروح تطلع عليه. خليني يا مصطفى بس انا عارف انت طلع قضيه ما تاخدش جاي يتخانق النهارده. استنى بس طب خلينا واحده شكل الموضوع. انا الموضوع ده يعني عارف ما انا عايز اقول لحضرتك الموضوع نفسه اللي اتعرض علينا واتعرض على البرنامج انا ماليش دعوه بالموضوع دلوقتي. انا بتكلم في نقطه ثانيه خالص. سيبك من الموضوع دلوقتي. احنا في نقطه دلوقتي هل دلوقتي الست المصريه واخده حقها في المجتمع المصري ام لا؟ سمعت الكلمه ده هي قالتها لا انت لا ده مليون المية. الراجل بقى الراجل يعني الراجل يصعب عليه نفسه الخيانه. لا ده بص عليه في المرحله يعملوا عليك زوم بالكاميرا دلوقتي انت خلاص هتعيط. لا 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 لا, 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 لا يصعب عليه نفسه ليه؟ الخيانه تصعب عليه نفسه ان هو عايش في كبد طول حياته عشان يكون اسره وتيجي واحده للاسف تاخد كل حاجه وفي نفس الوقت تحطمه ترجع له الصفر. طب انا هسألك سؤال. في رجاله برضو مش متحمل المسؤوليه. ما هو في رجاله زي ما برافو عليك ماشي الا برافو عليك. انا عايز اقول كده كام في الراجل في رجاله بتحط كام في الميه؟ كتير 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 كتير. طيب انا عايز اقول لحضرتك طيب من 1 ل 99 مش فارق 1% 2%. لا 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 انت بقولك ممكن توصل 99 مش للدرجه دي. طب هقول لحضرتك على حاجه. لا 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 مش طيب هقول لحضرتك على حاجه وانت يا دكتور خليك محايد في النقطه دي. انا محايد اهو معاك الراجل دلوقتي او الشاب اللي قابل على الزواج بيطلب منه مطالب ايه مثلا؟ كام محتاج كام عشان يوصل لعش الزوجيه بتاعه المفروض ان هو يكون سعيد؟ لا كتير كام؟ كتير جدا نص مليون مثلا على الاقل بتفرق من تيجي انت تيجي تيجي الست في الاخر تتبلى بقى عليه ما هو ما وترفع قضيه خلع وترفع قضيه ما اعرفش ايه وفي الاخر القانون المصري زي ما بيقولوا كده انا للاسف طبعا احترامنا تماما للقضاء المصري اكيد والقوانين وما عليه تمام لكن الكلمه الوحيده عارف كلمه القانون لا يحمي المغفلين القانون لا يحمي الست المصريه لا يحمي الست المصريه شوف بتاعت الجمله نفسها القانون لا يحمي المغفلين لو انت مغفل تمام لا انت طيب. فعلا مع الست مغفل خليني اخرجك طيب بره الدايره دي واقول لك على حاجه مهمه جدا النهارده مثلا في القوانين الدول الاجنبيه في بعض الدول الاجنبيه ان لما بيتم الطلاق اكيد قريت يا رانيا في الموضوع ده لما بيتم الطلاق الست بتاخد نص ثروه الراجل ودلوقتي في مطالبات كان بقى كان بقى ده يعني ممكن تبقى معاك مليون المجتمع المصري ممكن مليار تطلب الموضوع ده وده وانت شايفه لا ما انا بسالك هل ده كده وده ده حق ولا القانون المصري اصح ده حق مشروع لا مش حق مشروع لا طبعا احنا ما نقدرش اللي احنا نزيم تماما في القانون المصري لكن القانون المصري يعني احنا برضو مش عايزين نخش احنا كان المفروض كان في حد بعت لنا ان هو حابب ان هو يعمل حاجه تعديل في القانون الاحوال المدنيه اللي هو شامل القانون الاسر تمام ليه الست اول ما تحصل خلافات تروح طالع على طول على محكمه الاسره ارفع نفقه ارفع متعه ارفع خلع ارفع معرفش ايه طب ما خدوه بقى قبل ما هو مش اكتبه كده في القايمه اكتبه في القايمه كده انا مش هقول يا رب شقيني انا مش هقول يا رب شقيني اكتبه في الاخر كده يعني ان هو يتحبس لا 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 لا, لا معلش بعد طيب. لا اتفضل اتفضل بص يا دكتور سامح دلوقتي يعني الست حصل انفصال تمام انا عايزه حقي بالمعروف زي ما هو مكتوب ومتفقين في العقد بتاع الزواج من البدايه صح كده انت كراجل ما اديتنيش حقي طب ما انا هلجا لمين يجيب لي حقي خلاص قضاء صح كده قضاء هو عشان كده ارفع انا وارفع الحق بتاع الحق المشروع طيب. ما هو يكون شاري وهو يكون حامي على الاسره بتاعته ويكون شاريها لدرجه اللي ابعد مدى يكتب في القايمه ويتراضى ان هو كتب في القايمه كذا 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 كده مش هو ان هو شريكي بمعاليكي زي ما بيقولوا تقول انت كده ده تجاره
تجاره بقى. لا مش تجاره، لو هي بقى قايمه ده شرع بالطريقه دي تبقى تجاره. اه بنشتري ونبيع. اه لا بنشتري ونبيع في الراجل. لا ده حق الست في الشرع ونبيع في الراجل، صح كده؟ امال اقول لك على حاجه، ده في ناس وبنفس القضيه اللي احنا موجوده معانا النهارده، ابتلاء كامل على الـ على الـ على الرجل يعني بصوره غريبه. طيب جدا برضو إن مش هنتطرق، مشكله صح، برضو مش هنتطرق لبعض القضايا، والله احنا مش عايزين نتطرق. انا عايز صعبة. اخد بقى ايه قبل ما نطلع فاصل. أيوه. فانا عايز اخد كلمتين بس، كلمه عكسيه يعني. طيب. فكرت فيها والله دلوقتي. مش موجوده في، مفيش سكريبت يا جماعه معانا اهو، انتوا الناس اللي شايفين يعني. احنا عايزين ناخد كلمه عكسيه، تقولي ايه للراجل علشان ما تحصلش مشاكل، ما نوصلش للقضاء وما نحصلش المشاكل. الراجل نجح في العلاقات الزوجية، في علاقته الزوجية، الراجل اللي يسمع لمراته مش يسمع كلامها، يسمعها، اسمعها، اسمع. انت الحاكم وانت سيد البيت وانت راجل البيت، انت تقدر بزرار يعني. بالظبط، تقدر بزرار. الست فين دماغها او فين عقلها او فين قلبها؟ هنا. سمعها كلمتين حلوين، هتاخد كل اللي انت عايزه بالتراضي كده. الراجل يقدر يعني بضربه كده زرار، يقدر هو يعمل اداره كامله للبيت من الالف للياء. تمام، فاهم الفكره؟ يقدر بيخلي الست ديت مع انها عنيده ومش وبتعمل معاه مشاكل كتيره ودايما، بس يقدر ان هو يخليها سهله لينه بسيطه. بالظبط جدا، جدا. صح كده؟ بطريقه التعامل. لا لا لا، بطريقه التعامل. بالظبط كده. لا لا لا، انا هعمل اللي انا عايزه. لو هي هتستقبل، لو هي هتستقبل اي ست بتستقبل. لكن لو اديها فرصتها بس، معلش، اي ست بتستقبل. لا بس هقول لحضرتك على حاجه، لو هي هتستقبل، لكن لو هي ما عندهاش الرغبه اساسا، لا دي حاجه ثانيه. انا بتكلم على الحاجه النورمال، انا بتكلم على الناس الطبيعيه، بتكلم على ست يعني طبيعيه وراجل طبيعي. للراجل ان هو يسمع الست كويس. بالظبط، ان هو يشورها وفي النهايه قول لا. خليني يعني الست تقول لك رايها وانت كلامك هيمشي في الاخر. تمام، حلو جدا. لا حلو جدا، نصيحه يديه والله، جميله جدا. نصيحه جميله. لا مش صعب والله. ومصطفى بقى، استاذ مصطفى، لا عشان انت بتدافع عن الراجل بحرقه. انا بدافع، انا يعني انا بدافع عن ان الراجل، طول حياته وطول حياته في كات كبير جدا، من شغل، من تعب، لتفكير. يعني انا ممكن تبقى انت قاعد في البيت مع اسرتك او الست بتاعتك، انت تفكيرك تفكيرك في الشغل وفي ايصال ما اعرفش ايه والحاجه الفلانيه في الحته الفلانيه، وهي تيجي تقول لك ما اعرفش، لا انت خلقه مشكله بالمشكله، وقوم نعمل يلا نتخانق. مش الرجال قوامون على النساء؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اداكوا القوامه، يعني اداكوا القوامه عشان احنا زي ما بتقولوا نقصات عقل. ودي عايزه تردي عليه انت برضه، عايزه تردي عليه. بس للراجل، قدره برضه، للراجل قدره. تمام، مصطفى عندك عايز منك، عشان هنطلع فصل، عايز منك كلمه سريعه للست المصريه. للست المصريه؟ الست المصريه طبعا ست اصيله جدا، بتقف مع طبعا يعني الست المصريه والمراه المصريه لها باع كبير جدا في العمل الاجتماعي، مش عايزين نوصف ان هو حاجات كتير جدا. لكن لو هنتكلم على الاسر، الزوج والزوجه بيبداوا من الاسره، الاب والام. لو الاب والام ما يفقهوش شيء، وانا اسف اللي انا اقول اللفظ ده، غير ما عندهمش درايه تماما باللي موجود، وفي فهم اصيل يفهم بين بين المجتمع، الولد او البنت هتروح في حته تانية خالص. ممكن تتظلم البنت، لكن اللي هيتظلم الولد. البنت هتتظلم من ابوها وامها، لكن الولد اللي قصادها اللي هي هتتجوزه هيتظلم. دي الصوره بقى اللي انا بقول لك عليها، الست والراجل اللي هم ربة المنزل مع اولادهم. تمام، تربيه ونشأ سليم. تمام، في البدايه. طبعا انا عايز اقول لحضراتكم بقى ان احنا في النهايه هنبقى يعني برضو اكيد هتفضل المشكله دي قائمه ما بين الراجل وما بين الست وما بين الست، وفي على فكره رجاله كتير جدا بتدافع على الستات، وفي العكس في ستات كتير جدا. احنا ما نقدرش في ستات. خليني بس اقول على حاجه، خليني اقول على حاجه، نيجي على الست المصريه على حاجه. اقول يا دكتور سايبك براحتك، عملت اللي انت عايزه، ادينا فرصتنا بقى نتكلم بقى يعني، نقول كلمتين للناس. طيب مش معقوله كده. طيب لا، احنا طبعا كده يعني في ستات كتيره جدا بتأيد الرجاله، بل بالعكس بتقول ان فعلا الراجل كويس وساوي، ويمكن رانيا قالت حاجات من هذا القبيل. وفي رجاله كتير برضو شايفه ان الست المصريه هي ست اصيله وست شالت كتير وشالت هم حاجات كتير وبيت، ودلوقتي بقت ست بتشتغل
جوه البيت وبره البيت، فبرضه في ستات كتيره جدا كويسه. في حالات نادره هنلاقي ان ممكن راجل مثلا لا ما بيصرفش ما بيعملش عنده مشاكل، وفي حالات برضه كتيره ممكن الست فرحانه بالميك اب والشوبينج وحاجات تانيه كتير، فهنلاقي ان في رجاله ماشي مش مظبوطه تمام، وفي ستات مش مظبوطه تمام. ماشي، ربنا يا رب يهدي الجميع، وان شاء الله نفضل نفتكر ان هو راجل ومراه، مراه ورجل، عارفين زي مشكله الاهلي والزمالك كده، ما هم اهلي وزمالك هم قطبين، فهي برضو ايه راجل ومراه، فهم الاثنين اللي بيكملوا المجتمع، هم الاثنين هم انا من وجهه نظري ان المراه معلش يا مصطفى هتضربني بعد الهوا انا هتضربني بعد الهوا انا حبيبي واخويا طبعا يا دكتور، ان المراه انا ما بشوفهاش كمان نص المجتمع بس، لا هي اكتر من نص المجتمع. تقديرها كبير ما نقدرش دافع عني، لا ما نقدرش اللي احنا طبعا الست المصريه ست عظيمه. لحد بقى لما نخش بقى، بص انا هسيبك بقى راحتك بقى خالص دلوقتي عشان انا في مشكله. بصوا يا جماعه، احنا كان في طبعا قضيه معينه يمكن الاستاذ مصطفى عمال يتكلم عليها، وهي قضيه فعلا احنا عايزين نجيبها ونحاول نجيبها النهارده من كل الجوانب على قد ما نقدر. في معانا محامي هيبقى موجود معانا، في تليفونات هنعملها عشان نقدر ان احنا نشوف القضيه طبعا من جميع الجوانب، لان احنا عايزين نوضح كل حاجه. لكن في البدايه كلمنا كده استاذ مصطفى عن القضيه اللي موجوده اللي النهارده عايزين يعني ناخد بالنا منها. القضيه اللي موجوده معانا دي يا دكتور يعني قضيه صعبه جدا، والتهكم على الراجل بصوره كبيره جدا كويس. وكمان الابشع اللي انت تجيب حد يشهد زور، صعبه طبعا وتقيله قوي، اللي انت تجيب حد يشهد زور على حد دي تقيله قوي. الراجل بسيط، انسان طبيعي بسيط، مع زوجته تبلت عليه ان هو حدفها بقى من على البلكونه وبتاع، تفاصيل كتيره جدا بعد الفصل ان شاء الله نقدر نحكي. ما احنا قبل ما نطلع فصل احنا عايزين ناخد بس كده جزء عن ملخص الموضوع عشان نطلع فصل هينضم معانا. جات لنا رساله حد بيستغيث ان زوجته بترفع عليه قضيه بتقول ان هو حدفها من على البلكونه، وده ما حصلش تماما، وهو ما حصلش منه الكلام ده، لكن في واقعة حصلت وبتقول وتتدعي كمان عليه ان هو مضاها على كمبيالات من 6 سنين، وقدمت هي بيان للنيابة بكذا، ودخلت بقى ايه حاجات زي كده. طب بص احنا كمان معانا اهو في الكنترول روم بيقولوا ان احنا كمان هندخل المكالمة التليفونية، مين نقدر ان احنا نعرف برضو التفاصيل. تمام ماشي. بس كمل لحد لما ايه نعرف نوصل لأحد. وبعد كده الراجل بطبيعته جدا يعني راجل أسري، راجل يعني صعيدي، يعني بيتحرق على ده. بيتحرق بالطبيعة على ده طبعا. بيتحرق لو في شيء غلط بيقول للست بتاعته غلط، لكن لكن الابتلاء اللي انت تتبلى على حد او اللي انت يعني تنقده، اللي انت حصل معايا كذا وكذا، قالت ان هي حدفني من على السلم مره، وقالت ان هو حدفني من البلكونه مره، وقالت ان هو ضربني بشومه مره، وتيجي تسال في النيابه التقرير النيابه. هو اللي طبعا احنا ما رضيناش نعرض الحلقه تماما الا ما الشخص نفسه خد براءه تماما من هذه القضيه. يعني احنا نعرف طبعا ده كل ده دلوقتي بالتفاصيل، بس انا عايز اقول لك على حاجه، يعني انت برضو بتحكي من وجهه نظر واحده. لا احنا عايزين نسمع لا كله. لا ما احنا صح كده ولا لا ايه؟ لا احنا ولا كنا موجودين ولا كنا بالظبط، احنا مش شهود لكن ما يقر به التقرير النيابه أيوة. هو ما يثبت والاوراق القانونيه ما يثبت ان الراجل وهي ابتلت عليه كذبا من الواقع اللي حصل. قالت مره ان هو حدفني من على السلم، وعلى فكره لما سالتها النيابه هل انت حدفتي او هو رماكي من السلم، قالت لا. وقالت في مره تانية لا ده اترميت من البلكونه. تضارب في الاقوال، فينا بقى تضارب باقوال، والشاهد يقول انا كنت الساعه الموضوع الساعه 4، وهي تقول الموضوع كان الساعه 2. مين الصح؟ لو انت عندك حق مين الصح؟ لا واخد بالك مصطفى، غير ان هو بيدافع هو كمان كده كده عشان محامي طبعا، هو عشان الخبره القانونيه، احنا مش محاماه، احنا دراسه ثانيه خالص واداره. لا ما الموضوع سهل وبسيط. يعني مش محتاج قصدك يعني حاجه اللي هي بالظبط. وعلى فكره احنا انا ما بدينش الست المصريه، لكن بدين الاخلاق
الواقعه دي احنا بنتكلم على واقعه محدده هنا بالزبط. احنا هنا مش بندين الست المصريه بشكل عام بالظبط. انت ليه بتعملي مع زوجك كده؟ تمام. ليه تتبلي كذبا عليه وتقول ان هو عمل وكمان يمضيكي كمبيالات من ست سنين؟ طب وانت فين من ست تحت سنين؟ تحت بقى اكراه وتحت ضغط مثلا او كده؟ فين من ست سنين؟ طب ايه التليفون وصلنا اكتر؟ طيب بيحاولوا لسه نوصل للتليفون. تقريبا ممكن الشبكه او حاجه مش مجمعه بالظبط. ان هي تقول اللي انا حدفني مين على البلكونه تمام وموجود في اوراق النيابه. احنا طبعا ذاكرنا اوراق النيابه قبل ما نعرض الحلقه تمام. يعني هي بتقول اللي انا اترميت من البلكونه الساعه 2 والشاهد اللي هو الشاهد معاها بيقول اللي انا استيقظت على صريخ المشكله الساعه 4. طب حضرتك من الساعه 2 للساعه 4 ملقاه على الارض البلكونه من الدور الثاني من غير اي اغماء. المنطقه كانت ايه؟ المنطقه السكنيه. ما هي في المنطقه مثلا نائيه؟ لا 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 منطقه سكنيه. منطقه سكنيه موجود فيها الناس وشارع والساعه 2. طبعا الساعة 2 ديت احنا في الاحياء الطبيعية الناس موجودة. طيب مش انا مش هوقفك طبعا كمل وانا معاك وانا قريت القضية وعارفة كل الملابسات بس في حاجة غامضة ما اقدرش ابدا. يعني انا عارفة ان كل الموضوع هي ست بتتبلى على جوزها ان هو عمل حاجات هو ما عملهاش ولا وات ايفر اللي حصل بس ايه السبب؟ يعني عايز اجيب اصل المشكله. اصل المشكله انا عايز اوصل يعني الست دي ايه اللي وصلها لكده؟ هو هل هو يعني ممكن يبقى خلل نفسي مثلا ممكن يبقى خلل عقلي؟ مفيش حد برضو عاقل بيتبلى من غير سبب. تمام. اكيد في تراكمات. دي بقى الحاجه الحته اللي انا عايز اتكلم فيها شويه. تمام. اللي بتوصل الست في التراكمات دي بقى نعرفها في التليفون. احنا لسه مستنيين بين طبعا التليفون اللي هيجي لنا دلوقتي. تمام. بس برضو بمحضر النيابه الاكاويل. انا ما بكذبش محضر النيابه وانا موافقه جدا معاك ان هو راجل مظلوم. انا متاكده من ده. هقول لحضرتك على حاجه. تمام. هقول لحضرتك على حاجه. هي نفسها تضارب الاقوال اللي هي قالته في النيابه نفسها يدل على ان هي اللي عندها المشكله. بالظبط. ما انت لو ليكي حق هيكون القول طيب. واحد. صح. طيب معانا هاتفين يا جماعه دلوقتي احد اقارب الزوج. تمام. هو اللي هيحكي لنا الواقعه بالظبط كده صح كده؟ تمام كده مصطفى ورانيا نبقى احنا ايه ماشيين مظبوط. معانا احد الاقارب. الو. الو يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا فندم. حضرتك دلوقتي معانا على الهوا فطبعا احنا عايزين نعرف من حضرتك ايه بالظبط الواقعه اللي حصلت لان احنا بنقول بناء على ورق بس قدامنا ولكن حضرتك تقدر تقول لنا الواقعه حصلت ازاي بالظبط؟ هو قريب مين؟ والله يا فندم حضرتك الواقعه دي يعني هي حصلت واقعه عاديه جدا ولكن اللي بيحصل فيها حاجات غريبه يعني مش اول مره اشوفها يعني حاجات غريبه على الكل. تمام. حضرتك الواقعه بدات احنا سمعنا ان الست دي اتزحلقت من على السلم. تمام. خالت ونجرتها الناس ان هي اتزحلقت من على السلم. دخلنا ورحنا لها المستشفى. ايه في ايه جت والله انا بمسح السلم اتزحلقت من على السلم. كويس. فحضرتك يعني كانت حصلت حياه غريبه كده ما كانش حد فاهمها ان والدها كانت تواجد وكان معاه محامي احنا من المنيا يعني فهو عشان يجي اجدع ناس طبعا اهل المنيا لما يجي اسماعيليه حضرتك مشوار يجيب محامي ويلبس المحامي. طيب احنا بيتعرض كمان دلوقتي على الشاشه للناس المتابعين بيتعرض دلوقتي التقرير وحضرتك كمل كلام يعني احنا معاك. حضرتك يا فندم فيجي المحامي يلبس معاه ويرن عليه الساعه 4:30 ويلبس ووالده فيبي تلبس بلوزه وبنطلون في ظروف ان حد بيقول لها بنتي فجعت من فوق يعني كانت ملامسات غريبه ويتواجد في وقت يعني ايه 2:30 كلام يعني وعربيه ايجار جايبها. تمام. فالراجل دخل المستشفى كده جت ثم عملت انصار ونهار كده بحياه غريبه الناس استغربتها عليه. تمام. في ايه قال لها عنها تمسح حاجه يا عم طب انت في حاجه بينك وبين اسحاق طب بنتك هي ما فيهاش اي حاجه بتقول لها اتزحلقت معلش هو مين اسحاق هو اسحاق ده تمام احنا كمان معانا احلى حاجه كان معانا دلوقتي صوره التقرير الطبي زي ما مكتوب حضرتك كده الكلام ده احنا جربناه لما المحامين جابوا راجل قضيه فحسينا ان الراجل فيه موضوع حساب كلبين وبين سحاجه الله اعلم بيه فالناس اللي قعدت معانا تصلح هناك والنبي يا عم لو في حساب بينك وبين سحاجه دي حاجه ثانيه لكن وقعت بنتك دي عالج بنتك وده موضوع وده موضوع ثاني خالص بعيد عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اساسا.
تمام. فاس حاجه كان بعد كده هي في تضارب في الاقوال، بعد كده دلزني منصوب، بعد كده ضربني مش عارف بايه، في حاجات ايه غريبه. فاس حاجه كانت عرض نيابه وحجز 4 ايام، والمهم كانت النيابه حقيقه في الموضوع، وتعرض جفت القضيه وديتها للقضاء، القضاء اداله براءه. تمام. جلب تقريبا كده اسباب الحكم عدم مصداقيه بالظبط بالظبط اقوال المجني عليه بالظبط. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، ويمكن دي اللي طالعه دلوقتي معلش يا مصطفى انا اسف قطعتك، بس اللي طالعه معانا الورقه دلوقتي دي اللي هي اقاويل اقاويل بتاعتها هي تضرب الاقوال، ولذلك المحكمه حكمت بالبراءه صح كده يا فندم؟ حضرتك معانا؟ الو حضرتك معانا سامعنا؟ الو هو واضح ان الخط قطع يا جماعه، ممكن نحاول الصوت يا فندم حضرتك بس مش سامع الصوت كويس. سامعني كده كويس؟ طيب نعم يا فندم سامعني كده كويس. الصوت بس ضعيف عند حضرتك يا فندم. طيب بقول لحضرتك احنا عرضنا الاوراق دلوقتي، فحضرتك وقفت لحد لما القضاء عمل براءه مظبوط كده؟ القضاء يا فندم ده براءه، بس يعني هي في ملامسات كانت حصلت منه قبل البراءه، يعني الراجل ده كان قاعد في البيت، يعني عم عيد والد فيبي ده كان قاعد معانا في البيت في القنطره غرب، يعني بات معانا يومين واكل وشرب مع بعضينا وتمام، ولما المستشفى مستشفى احمد في المستشفى ابو خليفه نزل واحنا قاعدين مع بعض قال له يا عم عيد الحسابات عايزاك عشان خاطر الموضوع بنتك ان شاء الله تخرج الصبح، هي ما عندهاش عمليات، قال له لو عندي عمليات المستشفى تخرجها ازاي؟ فخرجت وطلعت، فالنيابه طلبتها الصبح قبل ما تمشي. فراح برضه في النيابه لقينا الراجل برضه عمل حاجه غريبه، يعني احنا واقفين واكلين وشاربين مع بعض، عمل حاجه كده قدام النيابه غريبه كده، زاط ويا جماعه وعايزين مني ايه وحاجات كده. يمكن على الهواء ايه كمان بنعرض احنا بنعرض مع حضرتك دي الاقرار بالشهاده، دي الاقاويل بتاعه الوالد نفسه وشحك حصل زي ما قلت لحضرتك ان هو اخذ البراءه دي. فاحنا كنا كان حد من اخوات اسحاق تواصل مع النيورين على مين؟ على عيد، ازيك يا عم عيد عامل ايه اخبارك ايه يا عم عيد؟ الجماعه بيقولوا انت ما رحتش البلد في حياه معاك؟ قال له لا اصل انا قاعد فين؟ في مصر. تمام. قال له فين يا عم عيد؟ قال لهم عند جوز خالتها. فجوز خالتها بينه وبين سحاق مشاكل، وهي مرات سحاق نفسه حكي له عن جوز خالتها عن المشاكل احنا ما لناش فيها طبعا. فسحاق طبعا يعني المفروض نعمل الصلح باب، انت اخذت بنتك روحها على بيتك يا عم عيد، انت جيتك في المنيا ايه اللي قعدك في شبرا؟ تمام. فطبعا يعني هو رفض الكلام وانصار وقال لفظ مش كويس، طبعا مش هينفع برضه اقول لا انا بنتي وقعدتها في المكان اللي كذا براحتي انا. فاحنا طبعا توصلنا كده لما جينا الموضوع كده بدا يجي مش كويس، بدانا نروح البلد عشان نشوف مين حد ياثر على الناس دي في البلد، طب الناس دي عايزه ايه؟ انت عملت قضيه والقضيه في النيابه والنيابه راحت المحكمه وخدت حقك والراي اللي اتحبس والنيابه والمحكمه برأته، طب يا عم انت ايه المطلوب؟ ما انت ما تقعدش بنتك في مصر. فوجئ تاني يوم بالفيديوهات واعمل وقول. فتواصلنا مع ناس مع حد عضو مجلس الشعب، تواصلنا مع حد من الاباء الكهنه. فحضرتك كل اللي متواصل معاه بيجي نساله على الناس دي، يعني يقول لك انا الجماعه دول مش عارف دي حاجات غريبه، يعني هم اساسا اصحاب مشاكل. استاذ مصطفى عايز اسالك على سؤال، يعني انا رحت لاب كاهن امبارح قال لي طب انا اب عمل في بنته كده انا عايزني اقول له ايه؟ يعني هم اساسا اصحاب مشاكل، يعني في ناس شايفه الموضوع متعاطفه معاه فعلا، يعني انا لما تبص للصور، لكن بعد الناس ما شافت الصور وشافت الفيديو بالزبط. يعني بتلاقي حتى الشباب الصغيرين يقول لك لا طب ما هي التعويره فعلا والكدمات في الصور ظاهره، طب هي لابسه عبايه في الفيديو نص كم ما فيش اي حاجه في ايديها. فبدات الناس اللي تفاعلت وتعاطفت معاها بدات ايه الشاطر اللي يقول طب ايه اللي وجعهم في الناس دي والكلام ده، فبداوا برضه يعني في حاجات تسمعها مش كويسه. حاولنا نتواصل مع اي حد ان يكلمهم، كلمهم الاباء الكهنه قالوا يا عم عيد ده كده غلط. طيب هسال حضرتك سؤال، احنا هنا في الصعيد مين؟ طب هسأل حضرتك سمعنا؟ انت سمعنا؟ يعني والمكان حضرتك سمعنا؟ في حاجات حضرتك حاصله معايا، يعني حتى الناس كتير في البلد رافضه المكان انها تقعد في المكان ده. طيب بص يا فندم حضرتك سمعنا دلوقتي، احنا عايزين بس نسالك سؤال، سمعنا كده كويس؟ سابوا عيد ومشوا لما عرفوه محتك بصوته. مشكله في الصوت يا جماعه. ايه السبب؟ طيب ايه يعني ايه سبب من الاول ان خلاها تعمل كده؟ برضو عايزين نعرف، يعني هم بتوع مشاكل بس؟ انت سمعنا كده؟ سمعنا كده؟ يا فندم؟ سمعنا كده يا فندم كويس؟ الو
ايوه سمعنا كده يا فندم. طب حد كده في الكنترول، الصوت بيقطع يا فندم. الصوت بيقطع، الصوت بيقطع. طيب انت كده تمام مظبوط. طيب طب حلو قوي. طب في 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 سؤالين معلش حضرتك ممكن تجاوبنا عليهم. في سؤال مع استاذ مصطفى، هل انت سامعنا كويس طبعا صح؟ اه تمام كده سامعك كويس. انتوا دلوقتي تواصلتوا معاهم يعني لم الشمل من تاني؟ اه يعني انتوا تواصلتوا معاهم في لم الشمل من تاني، وانتوا خلاص هتتغاضوا تماما عن المشاكل اللي حصلت يا فندم؟ ده كتير كلمهم على كده، قال لهم موضوع القرض ده انت ونسيبك، يعني الناس كتير الاباء الكهنه حضرتك الفديسه قالوا لهم موضوع القرض انت ونسيبك، لحد امبارح بالليل ابونا سمعان اللي ماسك كنيسه العمودين قال له ده موضوع بينك وبين نسيبك، بس انت ما تبهدلش في نفسك بعرضك وما تفتريش على ناس. طب هي ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ لصالح مين؟ لصالح مين هي عملت كده؟ يا فندم حضرتك ما انا يعني هقول لك لصالح مين. لو حضرتك تتواصل مع الاباء الكهنه في الكنيسه اعرفهم، هم هيقول لك صابر. لو تتواصل مع اخوات عيد هم عارفين ان صابر اللي ضغط بالموضوع ده. هي يعني انا يعني لما هو اب كهن اللي ماسك خدمته بيقول له اللي انت بتعمله ده غلط. الناس دي مش بتاعت كده، الناس دي معانا في خدمات في الكنيسه، الناس دي ليها اعمال خيريه معانا، الناس دي مش بتاع كده. طيب معلش في طيب برضه سؤال تاني مع استاذه رانيا عايزه تقول لحضرتك عليه. هسأل حضرتك سؤال، هل كانت العلاقه سويه جدا قبل المشكله دي؟ يعني هل ما كانش كانت العلاقه سويه بينها وبين زوجها؟ يعني فيبي كانت علاقتها كويسه باسحاق قبل ما المشاكل دي كلها تحصل، وفجاه هم تبلوا عليه على اسحاق وعملوا كل المشكله؟ لا يا فندم حضرتك، المشاكل الاخيره دي حصلت من شهر 4 منها. هي بدأت من بعد ما هو أبوها اتأخر إنه ما يدفعش أقساط القرض، بدأت المشاكل من شهر 4 تظهر. يعني ظهرت إزاي؟ إنها استفز الزوجة مثلا في اللبس حضرتك، يعني بتلبس قط فإحنا ما عندناش موضوع القط، فبدأ يقول لها كده غلط، ابن أخويا معايا في المصنع، ولادك معاكي، ما ينفعش اللبس القط مش موجود عندنا. فبدأت يعني الأمور بتاعت المشاكل، لا أنا مظلومة، أنا من دول بنات العيلة. قال لي عيلة مين؟ في واحدة تلبس قط قدام ولادها؟ أنت معاكي 4 بنات وولد، معايا ابن اخويا، انت بتخون فيا؟ قال لي يا ستي مش بخون فيكي، وبعدين الكلام ده قدام ابوكي ما ينفعش، لو والدك اللي ولدك ما ينفعش تلبسي كده. تمام يعني طيب هل هي لما ما سمعتش الكلام هو ما اعتداش عليها ولا؟ يا فندم حضرتك اقسم، بس يا فندم انا اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا فندم. اسحاق يا فندم كان اخوه عبد الله حاجز عمليه عند ابراهيم فياض في اسماعيليه قلب مفتوح. تمام. يعني هل من باب العجله حضرتك ان اسحاق اخوه رايح يعمل عمليه قلب مفتوح ويمشي الساعه 8 الصبح ويعمل مشاكل هو ومراته؟ اسحاق حضرتك طلب من النيابه انه يحولها طب شرعي، ان هو معاشر مراته معاشره الازواج في تمام. نفس الليله حضرتك. تمام يعني الموضوع كانت يعني الغدر جيم على يعني فجاه الغدر جيم من الست. طب يا فندم ممكن حضرتك زي بعض يعني استفسار صغير. طب ازاي ليه فيبي نطت من البلكونه على التروسيكل وهي لابسه بادي كم وفي جيه بادي نص وعبايه سودا خروج؟ ازاي يعني سبايدر مان ونص الفجر؟ ليه سبايدر مان؟ طبعا طيب. حاجه مش منطقيه ابدا. سبايدر مان حاجه مش منطقيه طبعا ابدا، ولا نصدقناها ولا والنيابه كمان او التقرير بتاع النيابه اكد ان هو اسحاق هو اللي كلامه مظبوط وان هي اللي بتتبلى عليه. الكلام ده مفيش كلام بعديه. انا بقول لحضرتك يا فندم، ايه تواجد 2 ستات يروحوا معاها وايه تواجد إيه؟ يعني انا مش شايف لما انت اتخانقتي انت وجوزك وقلت له بتخوني عشان لبس القط، طب لابسه الساعه 4 ونص ليه بادي كم وبادي وراحت بيهم النيابه وتحجج معاها وتحجج؟ انا عايز اقول حاجه، وحضرتك مستشفى كمان بتقول بشهاده والدها صح كده؟ فحضرتك والدها برضو بعد كده لما شافوا الامور كده وقلت له احنا مالناش دعوه بموضوع القرض منك لنسيبك، راح طلع على النيابه وراحت نازل وقال ده اخويا وحبيبي وقدام القاضي بجزئي حضن سحاج وقال له ده نسيب يا بيه. يعني بشهادته اللي احنا عرضناها كمان. طيب استاذن حضرتك، عايز اقول لحضرتك على حاجه، انت خدت اجراءات ايه مع الشاهد اللي كان موجود معاها؟ يعني الشاهد الزور اللي كان موجود معاها إيه؟ انت خدت ايه معاه؟ نعم يا فندم. الشاهد الزور اللي تم في الواقعه اللي قالت ان هي حصل لها فعلا كذا وكذا وكذا. يا فندم انا بقول لحضرتك مش في كاميرات تترفع وتتشاف حضرتك. لما الزوج ينزل يلاقي
مراته واجعه تحت ومعاها اتنين، اصل انا مش شايف يعني الريموت الكنترول لما واحده تيجي يتواجدوا معاها اتنين وفي الاخر يروحوا في الشهاده يتضارب كلام دي عكس دي. حضرتك الكلام ده في ورق مثبت في النيابه، حصل كسر، حصل كسر في الرجل يعني، حصل كسر، هي كان فيها كسر اصابات يعني، اصابات هو كان مذكور تماما في. طب يا فندم حضرتك والدها بيقول لك في كسر في ثلاث فقرات، الفقرات القطنيه وفيها كسر في الحوض وفيها وفيها واتنين. طب هل مدير المستشفى حضرتك يملك انه يعمل لها خروج وهي عندها كسور؟ لا طبعا. لا ما الحته ديت بقى هي الحته ديت اللي هي فعلا يعني اللي احنا نشكر فيها طبعا القضاء المصري العادل ان هو ابذل جهده فيها، ان هو فعلا يقول ان القضاء ده تعدي، جاب حق الراجل اهو. ما هو لا ده تعدي، ده تعدي، في فرق بين التعدي وفين الاشياء الاسريه. طيب انا عشان عايز برضو ايه حضرتك تقول لنا كلمه اخيره معايا يا فندم، سمعنا كده؟ اتفضل يا فندم. طيب انا عايز من حضرتك كلمه اخيره توصف لنا الـ يعني دلوقتي الوضع عامل ازاي، لان احنا كمان دلوقتي هنعمل مداخله تليفونيه اخرى مع المحامي استشاره قانونيه عشان برضو تبقى استشاره قانونيه. استشاره قانونيه. ف حضرتك اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل. ايوه يا فندم انا حابين نسمع منك تواصلتوا لايه وهل في مبادره صلح انتم مقدمينها وهي مرفوضه تماما ولا ايه بالظبط؟ يا فندم حضرتك احنا في البدايه قلنا لها تروح، اي ست عندنا في الصعيد بتغضب بتروح عند ابوها، لكن انها تروح عند راجل تاني انا ما شفتش. ما شفتوش حضرتك انها تروح لبيت هذه لها 10 ايام عند حد تاني، ده كلام طبعا مرفوض بالنسبه عندنا هنا طبعا. فاحنا توصلنا لرجال الكنيسه والعمده بلدهم، قال انا والله الناس ما بتسمعش كلام، الناس دي اللي بيديرهم صابر. فاحنا قلنا له ما ينفعش، اصل ست غضبانه ما بتجباش هي من المنيا وتقعد في القاهره. هي راحت فين؟ راحت لمين؟ تشكيل عصابي، هو تشكيل عصابي ولا هو تشكيل عصابي؟ يا فندم حضرتك الكلام ده تحدده النيابه ويحدده القضاء، انا ما اقدرش احكم على حد في حاجه انا بستنى. طب انا عايز اقول لحضرتك انا هحكم على مين؟ انا اللي انا شايفه او اللي حصل معانا انا بحكي لحضرتك. طيب حضرتك سامعني كده كويس؟ لكن حضرتك من حكايه موضوع الفلوس وان هي دي سرقت، انا وديت فيديو عارف بيه عمده البلد وعارف بيه الاباء الكهنه، مكالمه مسجله كانت بتكلم والدتها ان هي ابعتي لي خالتي، بتقول لها ابعتي لي خالتي علشان خالتي ما جابت لي الزياره. طب ما بتقول لها والله خالتك ما معاها فلوس. تمام. قالت لها طب اديها يا ماما وانا ببعت لك ايه معاها. تمام. فلوس. تمام. لا خد يا ابوك. طيب. معاكي حضرتك سامعني كده؟ والدها بيقول لها انت لميت نقطه خلاص. قال لها طب ابعت لك اختك بزياره بكره يا حبيبتي، اديها 5000 وانا بدي خالتك منها. طب حد طيب. يشوف الكنترول كده. حضرتك سامعنا كده مش كده؟ انا عايز لحضرتك بس في الاخر خالص حضرتك ممكن تقول لي دلوقتي حضرتك طلباتك ايه، والموضوع كده كده هل هيرجع تاني للقضاء والنيابه ولا الموضوع انتهى كده وحضرتك تطلب حاجه معينه؟ يا فندم احنا بص يا فندم اللي يحكموا علينا القضاء، احنا ناس ما ينفعش يا فندم، احنا ناس يعني ناس محترمين، ما ينفعش نرفض حكم القضاء. اللي يقولوا علينا القضاء احنا راضيين بيه. طب ما القضاء قال لك براءه، ما القضاء قال لك براءه، انت سامعني؟ بس لكن احنا القضاء قال لك براءه بعد اذنك. احنا حضرتك لما حاجه يتاخد وتحاجب معاه النيابه ما نعترضش في حاجه، احنا بس حضرتك اللي هي بس بنتمناها انها ما تحصلش. ما ينفعش اكون راي المحترم في مكاني والتشهير والطريقه والاسلوب والوضع وازيف حجايج واعمل فيديوهات غريبه والفيديو غير الصوره والصوره غير الفيديو والفيديو الثاني بينقد ده وده بينقد ده. طب انت بتاخدي ايه كده يعني؟ طب ايه اللي بتكسبيه غير تشهير واساءه بالسمعه بتاعتنا؟ مش كله. تمام ماشي يا فندم، يعني احنا بنشكر حضرتك طبعا على المداخله دي، وضحت لنا الموضوع كتير جدا، وبرضو هنرجع نكمل دلوقتي نفس الموضوع ولكن مع استشاره قانونيه ونعرف راي القضاء وراي القانون. شكرا يا فندم لحضرتك. بس تعقيبا بس معلش يعني على كلمه دكتور الاستاذ مصطفى قالها، قال هذه هي الست المصريه. لا 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 ما ما لا ما راحت لا 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 اسمح على ده على دماغ الست المصريه ست عظيمه. طيب نحاول يا جماعه تجيبوا لنا المحامي بقى دلوقتي على الهوا برضو، انا عايز اخد راي القانون على طول طبعا. يعني صح كده؟ صح. طبعا مع احترامي ليك يا مصطفى انت راجل محامي قد الدنيا، بس برضو ناخد راي الايه الجانب القضائي اكتر او الجانب القانوني اكتر يعني عشان نبقى باين.
طيب انت كنت بتقول الاعتراض على ايه؟ هو استاذ مصطفى وهو بيتكلم فبيقول هذه هي السيده المصريه. فبقول له لا انا لا اسمح لا اسمح. الست المصريه هي امي وهي زوجتي بالظبط. لا وبنتك واختك وكل حاجه. حسن الموضوع الا من رحم يا رب. ماشي يعني ده دايما دايما لكل قاعده شواذ. ده احنا متفقين على الكلام ده. انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي ان وفي ناس لا تصلح للزواج كالحاله اللي احنا فيها دي. انا عايز اقول لك لو الراجل لو الاسره الراجل والست مش شغالين وطبيعتهم مش شغاله وعندهم بنت ممكن يتاجروا فيها. عارفه التجاره ازاي دلوقتي الموجوده؟ الزوج بيجي اللي هو قابل ان هو عايز يتزوج الست الفلانيه يخش يمضي القايمه الفلانيه يجيب ذهب. ما وصل شاري. ما هو معايا بقى الشاري اللي هو بيقول لك الشاري يعمل ايه نهر. طيب معانا استاذ محمود عبد المنصف على التليفون. استاذ محمود ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا دكتور؟ اخبارك ايه يا فندم؟ دكتور الحمد لله رب العالمين. اخبار حضرتك استاذنا الكبير حبيبي استاذ مصطفى؟ اخبار حضرتك الله يخلي سيادتك. الله يعينك. عايزين نعرف من حضرتك يعني الصوره القانونيه. اكيد طبعا انت الاوراق تماما اتعرضت على حضرتك فحابين نسمع من حضرتك بس الصوره القانونيه في الواقع وايه هي المميزات اللي هو يقدر يستخدمها مش تطاولا عليها ولا حاجه بس الحاجات اللي هو يقدر يكتسب بها حقه. والله هو قدامه كذا طريق. هو دلوقتي احنا برضه استاذ محمود احنا مش عايزين نخلي حد يتوجه او بنخليه زي ما بنقول كده احنا واقفين معاه وهو يعمل ويسوي. لا خالص احنا عايزين صورة قانونية من حضرتك بس مش اكتر. والله مش يعني انا بقول لك على حاجة. هو دلوقتي الراجل ادعت عليه زوجته بالواقعة اللي امام حضراتكم. هو دلوقتي اخذ براءة لثلاث حاجات يعني المفروض اللي هو التناقض والتضارب بتاع اقوال مراته في محضر الشرطة والتحقيقات بتاعت النيابة. زائد ان هي عدم معقولية تصور الواقعة بتاعت اللي هي بتقولها الرواية بتاعتها وكيدية الاتهام. هي دلوقتي البراء انصفه واخد براءة. دلوقتي هو معاه قدامه طريق من اتنين. هو الراجل بيرجع للقضاء بيقول انا اترفع عليا قضية واخدت فيها براءة كان فيها تشهير وكان فيها بلاغ كاذب. انا دلوقتي عايز اخد حقي من ناحية التشهير ومن ناحية البلاغ الكاذب مع التعويض المناسب ليا. ده يعني ايه المجال القانوني اللي رسم القانون للواحد بياخد حقه فيه لما يتشكي وياخد فيها براءه لازم يعمل الخطوات دياتي. طيب يعني هي يعني هي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو يرفع قضيه رد اعتبار او تشهير. ده اللي احنا فاهمينه كده من القانون كده شويه. ان هو بلاغ كاذب وتشهير لان هي طبعا في المحضر قالت في النيابه ان هو كان عايز يجبرني ان انا اعترف ان كان في علاقه بينه وبين ابن اخوه والكلام ده. وانت عارف انت المجتمع المصري بتاعنا لا يتقبل هذه الفكره طبعا لان هو صعيدي كمان كلام كده. فانت هي بتتكلم في كلام القانون المصري بيجرمه اساسا. تمام. فهو دلوقتي في تشهير هو اتشهر بيه. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه استاذ محمود. استاذ محمود اتفضل حضرتك. طبعا احنا احتراما طبعا للست المصريه وعمالين نمجد في الست المصريه من هنا للصبح يعني بس هو ليه انا عايز افهمه ليه القانون المصري وطبعا والقضاء المصري على دماغنا من فوق يعني بيكون في تحيز كبير جدا للست المصريه. طب ما انت تحط اللي كده في القايمه من تحت التحيز هنا ما هو ما فيش تحيز بسهوله يعني. طب هل في طب انا عايز اسمع بس راي القضاء او القانون فيه. خلينا في تعديل في تعديل معين يقدر يحصل ان هو ينصف الراجل حتى لو مره. طب ما هو كده نصف الراجل يا استاذ مصطفى. انت زعلان من ايه دلوقتي؟ طب اسمع نسمع. طب بص يا استاذ محمود انت متابع استاذ محمود انت سامعني؟ هقول لكم بص انت متابعنا من الاول. انا عمال افض الخناقه اللي شغاله واخد بالك؟ فانت قول لنا راي القانون بقى عشان الخناقه دي شغاله من الصبح كده. فانت قول لنا راي القانون. لا انا هقول لك على حضرتك على حاجه. اتفضل. احنا دلوقتي الست المصريه كانوا بيقولوا ان هي في موضع الضعيف. تمام. جه الأسرة قانون الأسرة لما توضع مش أنصف المرأة. لا هو أنصف المرأة
ويعني خلاها في موضع اعلى من الرجل. تمام. تمام. انت حضرتك دلوقتي هي الست المصريه، الست عموما زي ما بتقول الاستاذه زميلتنا الفاضله بتقول ايه، هي احنا بكلمتين تعرف تتوجهها وتبقى يعني ايه، عشان خاطر هي ناقصات عقل ودين. ما بالك انت لما تحط قانون ليها، اول ما بتزعل مثلا، اول ما بتزعل تروح ماشيه، تروح على طول تروح محكمه الاسره ترفع نفقه. استاذ محمود معلش معلش بدون بدون قطع كلامك، بس ثانيه واحده، الست ما بتلجاش للوسائل القانونيه الا لما هي بتفشل فشل ذريع واهلها بيفشلوا فشل ذريع باستعاده حقها بشكل ودي. صح. انا مع حضرتك، انا مع حضرتك في كل حاجه، في الكلمه اللي انت بتقوليها بالظبط كده. انت هل عندك علم حضرتك ان اي سبب خلاف بسيط هي بتروح بترفع نفقه؟ ده لو ده لو غير الكوبايه من هنا لهنا، لو من هنا ومن هنا تطلع عليه قضيه. اه والله هرجع اقول شغلانه صعبه. لا يروح يحل المشكله ويروح عشان يرجعها ويرجعها. طب هل في هل في تعديل هل في تعديل دستوري فعلا ممكن يحصل مصانفه للراجل المصري؟ هو كان في تعديل موجود في مجلس الشعب عشان تعديل قانون الاسره، بس طبعا انت عارف حقوق المراه واللجان والكلام دواتي، الدنيا واقفه بسبب الموضوع دواتي. لكن بيني وبينك يعني حضرتك، هو الموضوع لازم يتعدل شويه، لان الراجل بيطلع خسران من الاول من الاساس للاخر. اه والله بص كل اللي بناه مثلا عشان يتجوز بيتهد كله في محكمه الاسره. والله يا استاذ محمود هو هي بيتهد. كلمه السر طيب. في التراضي اللي احنا نمشي بالحسنى ليه؟ طيب. دايما احنا هنشوف الموضوع ده. أيوة. لسه في حلقات. طب استاذ محمود حضرتك معايا مش كده؟ اخر حاجه كده في اجاز سريع في نص دقيقه، قول لي راي حضرتك تاني كده زياده في التاكيد على القضيه اللي احنا بنتكلم عنها، ونشكر طبعا حضرتك في النهايه. لا تحت امر حضرتك. هو دلوقتي انا شايف ان هو الحل السلمي عشان خاطر الاسره وعشان خاطر 5 اطفال وما يتشردوش، وطبعا انت عارف الاطفال لما تبقى بتتربى بعين عن الزوج والزوجه، فانا ارجو ان هي الموضوع يتحل ودي ويرجعوا لبيتهم وعيالهم. لكن قانونا هو قدامه ان هو ممكن ياخد حقه بالقانون. شكرا استاذ محمود عبد المنصف المحامي بالاستئناف العالي، شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. انا بتضامن معانا مداخله ثانيه. طيب ماشي، احنا في تليفون ثاني جاي لنا دلوقتي. انا بتضامن مع الاستاذ محمود برضه بتضامن معاه في نفس الكلام، الحل السلمي. مفيش حد بيحب ان تكون اسره مفككه تماما، ما اسره يعني طفل متشرد ايا كان، حتى لو مش هيتشرد في الشارع الكلام ده كله. التربيه هو متربي في بيت عنده اب بيبص على بيبص على الولد. طيب انا ممكن اقول لك رايي يعني هيصدمك شويه. انا شايفه في الواقعه دي تحديدا ان الست غير صالحه ان هي تبقى ام، غير صالحه ان هي تكمل في الحياه الزوجيه. ايوه كده، لان هي ايوه كده يا ست شويه. لا ست دي انا بتكلم تحديدا بالظبط، يعني انا بتكلم تحديدا عن الواقعه دي، انا بتكلم تحديدا عن شخص غير سوي، حد غير صالح لان هي العيله تكمل بشكل مظبوط. يعني انا معلش انا عندي 5 ولاد، الولاد دول طالعين بيني وبين جوزي مشاكل كتير جدا. لا وبتبلى كمان على جوزي وبفتري وبكذب وبجيب شهاده زور. الام دي هتربي 5 ولاد ازاي؟ بالظبط. بعد كده بعد كده الست دي مش هتربي، الست دي هتفسد 5 اطفال. بالظبط. الست دي غير صالحه ان هي تكمل الحياه الزوجيه دي. انا بشكرك والله، بس كده. وعداكي بسرعه. لا هو مش عداني، انا بتكلم تحديدا عن الواقعه دي. لا مش عدوى، هي مناصفه. هي مناصفه. انا دايما بتكلم معانا تليفون ولا ايه؟ طيب لسه يعني ماشي. دايما طيب. وابدا بتكلم على اننا ما ينفعش نعمم. مفيش حاجة اسمها قاعده عامه، مفيش حاجه اسمها ان الراجل على طول مظلوم. طب ما هو قضاء هو جاب في الواقعه دي تحديدا. طيب. الراجل طيب. حقه. طيب اخر حاجه لان خلاص كده احنا الوقت للاسف يا جماعه وقت حلقتنا بيخلص. فانا هاخد نص دقيقه من رانيا وما تقطعهاش المره دي، ما تقطعهاش، هي صحتك في اخر الحلقه اهو. يلا رانيا بسرعه في نص دقيقه. استيل انا ما صالحتكش. استيل بقول ان مفيش حاجه اسمها تعميم،
ابدا ابدا ابدا. الست حد مهم جدا في المجتمع، يمكن هي ثلاث ارباع المجتمع، هي كل حاجه، هي لو الراجل هو الدماغ فهي ست الرقبه اللي بتحرك الدماغ. الله حلو الوصف ده وننهي عنده. مصطفى في نص دقيقه. انا عايز اقول للاسره المصريه اللي هو الراجل والست، تربيه الاولاد التربيه نشأة سليمه، سيبوهم يختاروا، سيبوهم يحددوا اهدافهم في الزوج، ده اهم حاجه. لما تيجي تختار الراجل اللي هيكون في حياتها لازم يكون عند حضرتك معايير فعلا تستقبلها، لكن تسيب لها الاختيار. لو جبرت عليها حد او جبرت عليها جواز معين هتروح في مكان تاني. يلا عشان طيب اخر حاجه هنقولها لكم يا جماعه، طبعا اكيد فيها هتفضل مشاكل موجوده ما بين الراجل وما بين المراه، وده صراع ازلي فعلا كده زي ما رانيا بتقول ومصطفى، ولكن نحاول نقلل المشاكل شويه، نحاول ندخل حد كبير يحل الموضوع، بلاش نوصل للشرطه والقضاء والنيابه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها وندخل اطراف كتير. معلش الجماعه المحامين هيزعلوا مني، بس معلش يا جماعه خلينا في القضايا التانية وخلي المشاكل الاسريه ان شاء الله تتحل جوه بيتنا. واستنونا في حلقات جايه ان شاء الله كده مع برنامج شباب لايف، واستنونا وشكرا مره تانية اكيد لرانيا ومصطفى اللي متعاونين جدا مع حضرتك في الحلقه. استمتعوا ان شاء الله شكرا لكم، ويكند سعيد.